منح بالتوفيق قوم نصيبهم من العلم في رأي العيون حقير، وتلك حظوظ للإرادة قسمها، وحكمة من يختارنا ويخير. تحزبت الأحزاب بعد محمد، فكل إلى نهج رآه يصير. وقرت على الحق المبين عصابة، قليل وقل الأكرمين كثير، هم الوارثون المصطفى. يقول القشيري: وقد نبغت نابغة من الرعاع لولا استزلالهم للعوام بما يقرب من أفهامهم لأجللت هذا المكتوب عن تلطيخه بذكرهم. وكيف تجاوز هؤلاء الملحدون الحدود وتخطوا سياج الحقيقة والشريعة إلى آخر إلى أن قال: وهم والذي أرواحنا بيده أضل ممن تمرد وجحد. تنافر عنهم رفض وخوارج وحشوية حشو البلاد تمور، رأوا طرقا غير الهدى فتنافروا إليها، وبئس الضلة ونفور. لهم نصب من بدعة وزخارف، بها عكفوا ما للعقول شعور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أن الدين كما شرع، وأن الإسلام كما وصف، وأن القرآن كما أنزل، وأن القول كما حدث، وأن الله هو الحق المبين. ذكر الله محمدًا بخير وصلى عليه وحياه بالسلام صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. عنوان هذا اللقاء كما علمتم هو طوفان التوحيد. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كانت الأمة غارقة في وثنية عمياء مدلهمة ظلماء، اتخذ الناس أربابا شتى يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. والسمة المشتركة في كل تلك المعبودات التي كانوا يعبدونها أنها أجسام متصفة بصفات الأجسام، أو متصفة بصفات الأجسام، مما يدل على أن المشركين كانوا مجسمة يجسمون الله سبحانه وتعالى، وتتأبى عقولهم أن تؤمن برب فوق ما يعقلون وفوق ما يدركون ويتصورون. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام برسالة التوحيد، تلك الرسالة التي نسفت الوثنية بألوانها وأنواعها وأشكالها، رسالة تدعو إلى عبادة رب والإيمان بإله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وذهلت ألباب الوثنيين لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة، وحاولوا أن يستكشفوا أكثر عن معالم هذه العقيدة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. فقالوا: يا محمد عت لنا ربك، أمن ذهب هو أم من فضة؟ فأنزل الله تعالى قوله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الأرباب التي تعبدونها وتتقربون إليها كلها ليست لي ربا، وربي ليس مثلها، بل الله تعالى يتعالى عن مماثلتها ومشابهتها. وبقي عليه الصلاة والسلام يكتسح بطوفان التوحيد أوثان الجاهلية،
ومضى إلى ربه تبارك وتعالى وقد ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم تسلل في صفوف الموحدين أناس غاروا على العقيدة الوثنية التي هشمها عليه الصلاة والسلام وهشمها قبله الرسل والأنبياء عليهم سلام الله، غاروا على تلك العقيدة التي عششت في قلوبهم واستحكمت على نفوسهم. فكما تعلمون أن الوثنيين ليس من السهل أن يقتلعوا ويقتنعوا أن يقتلعوا أفكارهم ويقتنعوا بأفكار جديدة، ولا أدل على ذلك من قصة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم هشم كل أصنام الوثنيين وجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، ومع ذلك لما رأوا أصنامهم مهشمة ماذا قالوا؟ قالوا من فعل هذا بأحجارنا ولا بأصنامنا ولا قالوا بنحوتنا؟ قالوا من فعل هذا بإيش؟ بآلهتنا، رغم أنهم يرونها مهشمة. وهذا دليل على أن القناعات لا تقتلع بالسهولة كما يظن الظن، وأحيانا قد تقوم البراهين والبينات أمام الإنسان ويتأبى إلا معارضة الحقيقة. ولذلك بعد موته عليه الصلاة والسلام ورحيله إلى الجنة جاءوا ناس في نفوسهم مرض وفي قلوبهم تلك الوثنية العمياء الشوهاء، فتسللوا في صوف المسلمين وبثوا أفكارا من أفكارهم المعتكرة المظلمة المدلهمة، وبثوا عقائد وثنية مجسمة لرب البرية تبارك وتعالى. وللأسف الشديد مالت بعد ذلك قلوب ونفوس لتلك العقائد الوثنية التي بثت في صفوف المسلمين، مالت بعض النفوس وانقادت لتلك العقائد واعتنقتها وتمسكت بها ثم تبنتها. ورغم أن الكثرة الكاثرة من المسلمين الذين ورثوا النهج النبوي الرصين كانوا متأبين على تلك العقليات التي بدأت تشذ عن النهج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هؤلاء أصروا. نعم أهل التوحيد هم أهل الكثرة وأهل تنزيه الله تبارك وتعالى هم الكثرة الكاثرة، ولكن هذه الطائفة التي بدأت بفرادى شواذ شذاذ من الناس بدأوا يبثونها هنا وهناك، بقوا ثابتين على ما هم عليه ثم تشكلوا بعد ذلك وتكتلوا ثم صارت لهم فرق. وفي القرن الثاني عشر الهجري تبنت هذا الفكر دولة ضخمة لها ثروات طائلة وهائلة، فاستطاعت بثرواتها هذه أن تدعم هذا الفكر في مقابل أن يكون هذا الفكر خادما لها وموطنا لسلطانها. فتعاون الفكر والسيف من أجل نشر هذه العقيدة التي لم تكن على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وانتشر هذا الفكر في جزيرة العرب بفعل تعاون هذه الأمة أو هذه الدولة وهذه الحكومة، تعاونت مع هذا الفكر فنشر في أصقاع الدنيا بثرواتها ومالها. وإلا فهو فكر يعني أبطل من أن يبطل وضال ضلالا لا يغيب عن ذي عقل وذي بصيرة. وفي الفترة الأخيرة قام أحد هؤلاء أو أذناب هؤلاء وأبواق هؤلاء بالتهجم على عقيدة التوحيد، وهجومه تمثل في التعسف على أهل الحق والاستقامة وإيذائهم بلسانه النابي وكلماته المغوية والمغرية، وأظهر أنه هو ومن لف لفه يمثلون الشريحة الكبرى في الأمة.